يلا تعال. يا ترى شو إلك شغل معهم هدول يا ابني؟ حسب هاي التحاليل أنت ما فيكي شي. شكراً كتير إلك ديالا. شو عملتي مع أهلك؟ حاولت كتير معهم بس ما عم يصدقوني. بلكي إذا شافوا هذا التقدير بيقتنعوا. أبي ممكن يقتنع بس عمي. زينب عم تحكي تحت مع المريضة. بدك ياني امنعها تحكي مع ديالة كمان؟ روح شوفوا شو عم يحكوا مع بعض. طيب ماشي تكرم. حاولي ما تضايقي حالك، الزعل ما بيسوالك. ايه بعرف بس شلون بدك يعني بهالوضع ما اتضايق؟ اجا ابوكي. ماشي اذا بينزمك اي شيء تعي لعندي. ايه شكرا ديالا. صباح الخير حميد اغا. صباح الخير يا بنتي، اهلا وسهلين. شو كان بدي منك؟ جايبت لي تحليل الدم وطلع ما فيني شي، وفي كمان إثبات من الدكتور إني مو حامل يا بابا. معلمتي معلمتي. شو في حبيبي؟ خالي مريم بدها ياكي وقالتها لي عندي بسرعة. أمي بنتي شوفي شو بدها. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلين. منيح اللي اجيت، موجوع كتير. لازم شوف جرحك، حط البارود على جنب كأنه ما بدك تقيمة من إيدك. شو ما بتوثق فيني؟ طبعا بثق فيك. طيب ليش هيك عم تعمل يا ابني؟ وعم تعالج الإرهابيين كمان؟ ما رح أسامحك طول عمري يا حسن. لكن بدك تتعلمي القراية والكتابة ما هيك؟ أي والله هيك قال لي الدكتور طارق. وإنتي مو بتدرسي الصغار، يعني فيك تدرسي كمان الكبار اللي مثلي، مع إنه ما بعرف إذا بهالعمر بقدر ولا لا، بس أنا ناوي أتعلم. طالما عم بيعلموا الأولاد الصغار ليش لحتى ما تقدري أنت يا خالة؟ شو عمل يا بنتي؟ أنت شايفة وضعي، كيف بدي أجي على المدرسة وأنا مرضانة؟ أنا بجي لعندك خالتي وكل يوم رح أجي. خلص أنت ولا يهمك. الله يرضى عليك يا بنتي ويسر قلبك وخاطرك. الله يخلي لنا ياكي وعافيكي. لوين راحت زينب؟ راحت لعند الخالي مريم. تفضل شوف شو هاد. وشو هاد؟ ديالا جابته، هذا تحليل زينب، طلعت مو مريضة. وكمان وشو كمان؟ أخي كل شي بيطلع بتحليل الدم، بنتي مو حامل وكل الكلام اللي قالوا عنها كذب. ومين اللي عمل لها التحليل؟ الدكتور طارق؟ لك أنت أجدب شي لك أخي. اسمعني شو بدي قلك، بدي تعمل شغلتين. أول شي بدي تعمل تحليل جديد لبنتك، تاني شي بدي إياك تدب بخوانيق سناء وتعرف لي وين ابن حسان.
عود يا ابني، اسمع شو بدي اقول لك يا ابن اخي. تفضل عمي. هذا الدكتور عامل مشاكل لاختك وحط شرفنا كلنا بالارض. ابوك جبان وما قدر يعمل شيء، وانا يا ابني صرت كبير وهلا ما بقي لنا غيرك. انا بعرف انك صرت رجال، بس هيك لازم انت تنظف شرف عيلتنا يا ابني وتقوصه للدكتور. بس الدكتور كتير منيح وكل شي نحكى عليه كذب. اخ منك يا دكتور، اخ منك اخ، الا ما يجي يوم اصطادك. يسلم ايديك دكتور. انت بتعرف منيح ليش انا عم عالجك. بدي تترك الضيعة بحالها وما تأذي حدا من اهلها، والمدرسة تضل مفتوحة والأولاد يدرسوا فيها. ولا يهمك، أنا اتفقت معك وأنا ما بخلف بوعودي. أخ يا سناء، قديشك أنت جدبي، كيف هيك بيهون عليك ابنك وبتخوني؟ هو عم يعمل كل هالشي مشان الضيعة. ربي يخلي لي إياك ويحميك يا أمي. اطلع زيدا. يسلم ايديك، امشي بديع. شو يا دكتور؟ شو انت عم تشتغل مع الارهابيين؟ مين قال لك اني عم اشتغل معهم خالتي؟ أنا هلأ شفت بعيوني وكنت جوا بالغرفة معهم. أنت غلطانة خالي، أنا ما كنت معهم. أنت خاين وما بيشرفنا نحكي معك، روح من ضيعتنا، نحن مو ناقصنا بلاوي كمان. سامحني يا ابني، سامحني يا حسن، ما في حل تاني لخليك تروح من هون. شو هالبرد؟ لوين عم تطلع؟ خدي تغطي بهاد برد. شكرا كتير إلك. رشا وينا؟ في عندها عملية مع مجموعة تانية. ليش قليلي؟ لازمك شي؟ بدي أعرف إذا فيني أنزل على المدينة. هيك لك عم بدك تروحي؟ نحن إذا وعدنا منوفي بوعودنا. إيه طبعا، صب لكم شاي. بالأول صب لضيفتنا. شكرا. أنا هلأ خلاص بس، ونحن ما بدنا. طالما رح تخلوني روح، ليش مخليني عندكم لهلأ؟ الله يخليكم تركوني روح بقى. بس ما قلتيني لوين بدك تروحي؟ بدي روح على المدينة ومن هنيك على اسطنبول. ايه خير ان شاء الله. نيرمين، بعرف انه بدك تروحي بس انا ما فيني ابعتك لحالك بين جبال، بعدين بيهجموا عليك الوحوش. صبري شوي واذا بدك بعدين انا بوصلك لاسطنبول للمكان اللي بدك اياه كمان. يسلموا، شكرا، عن جد انتم مناح. ليش شو كنت مفكرتينا مو مناح؟ كلياتكم مفكريننا سيئين. ايه الحق معكم، انا ورجالي التالين قتلوا مجرمين وانا اسوأ واحد، ورح ضل هيك لحتى لاقي جواب على سؤالي واعرف وين ابي وين اراضيه هلا. ليش شو صار مع ابوك؟
من زمان كنت ابن عيلة غنية كتير، وأبي كان آغا وبيشتغل بتجارة الفحم، وشريكه لأبي كان يتعاون مع المنظمة، كانوا يدفعوا له مصاري كتير، بس أبي ما كان موافق على هالشي، وما قدر يقنع شريكه بترك المنظمة. وبيوم من الأيام الشرطة مسكت شريكه لأبي، وبعد يومين اجوا لعنا جماعة وقالوا لنا نحن من الشرطة وأخذوا لأبي معهم. أبي كان زلمة طيب وواثق من حاله كتير، هو طالع أنه لا تخاف وراجع المساء، بس ما رجع. صار له 10 سنين غايب. كل يوم الصبح لما فيه بقول أكيد اليوم أبي رح يرجع البيت، وأمي كانت تواسيني وتقلي أكيد أبوك راجع. المسكينة ماتت وهي عم تستناه يرجع، كمان جدي مات قبل ما يشوفه، خايف أنا كمان موت قبل ما أشوفه. طالما عم تقولي ما عم يشتغل مع الإرهابيين وإنه نيته ساعد أهل الضيعة وبس، طيب ليش قلتي له هيك وزعلتي؟ لأنه لقيت السبب يلي بيخلينا نبعده عن الضيعة يا رابعة خانم. شو قصدك يعني؟ إذا أهل الضيعة بيعرفوا إنه عم يساعد الإرهابيين ما بيخلوه هون ولا دقيقة. يعني رح يقلعوه من الضيعة؟ إيه مزبوط. عن جد فكرة كتير منيحة ست سناء، بس نحن شلون بدنا ننشر هالخبر؟ رابعة خانم، شو انتي ما عم تفهمي علي شو عم قلك؟ انا كم مرة بدي اشرح لك يعني؟ اسمعيني منيح، انا بعمري ما كذبت يا خانم، واذا عرفوا اهل الضيعة ما راح يسكتوا. ليش عم يتخانقوا هدول التنتين؟ قولي لابنك ينتبه لتصرفاته منيح احسن ما يندم بعدين. انا مالي مصدقة ابدا. خير شو في خالتي سناء؟ شو عامل الدكتور؟ لو بتعرفي شو عامل يا بنتي، قال شو عم يساعد الإرهابيين ويعالجهم، هذا كله لأنه وثقنا فيه. لا تقوليها. أنا شفته بعيني وهو عم يلتقي فيهم بالخرابة. يا كل هالشي اللي عم بعمله مشان ما يقتلوك يا ابني، يا ربي أنت من عندك تساعدني. بابا بابا في شبكي وليه؟ انت بتعرف انه الدكتور طارق عم بيساعد الارهابيين؟ شو جنيتي انت؟ ما عم تعرف شو عم تحكي؟ ليش لحتى الدكتور طارق يساعدهم ما عرفتي ليش؟ وانا شو بعرفني؟ بس خالتي سناء شافته معهم، ويمكن كان عم يخطط لشي. ايه روحي على شغلك وحاجتك لعي. انا علي احكي له تضربي بهالموديل. ليش لا؟ ما بيعطيهن أدوية؟ مو دكتور؟ وليش ما يكون هيك؟ أيوة والله مزبوط. والله وطلعت خاين يا دكتور. تمام. عرفت اكتبها مو هيك؟ برافو عليكي خالتي، عم تعرفي تكتبيها احسن من الاولاد، وهلا بدي اياكي تعبيه لي الصفحه كلها. اهلين يا ابني تعال. شوف بعد هالعمر كله ان شاء الله رح اتعلم القرايه والكتابه، وهيك بصير بقدر اقرا لحالي ورسائل ابني. فرحتيني كتير يا خالي، بس انا رح ضل اقرا لك ياهن لحتى تتعلمي القرايه منيح. شكرا يا ابني. طيب خالتي انا رايحه. ما في داعي تروحي، أنا ماني مطول هون، رح أفحصك وشوف إذا تحسنتي ولا لأ يا خالي. لازم تهتمي بحالك أكتر من هيك ها؟ وإلا بدي أخذك على المشفى اللي بالمدينة. أنا ما بطلع برات الضيعة يا ابني. إيه؟ لكان بعمل كم تحليل دم هون وبشوف الأدوية يلي بتناسبك. اتركني من قصة التحليل هلأ، وقلي ليش ما عم تحكوا انتو اتنين مع بعض؟ شو انتو متخانقين شي؟ اي والله ما بيصير هيك يا دكتور، انتو اتنيناتكن دارسين ومتعلمين ولايقين كتير لبعض ما شاء الله، وبضيعتنا صرنا زمان كتير ما فرحنا بشي عرس.
طيب خالتي، أنا بعدين بجي لعندك. أعطيني إيدك بالله. والله مثل ما عم بحكي لكم بالضبط، تاري كان عم بيساعد الإرهابيين. يا حاجتك حنان، شو عم تحكي؟ وعم يبيعون الأدوية كمان. والله أنا مو مصدق، لو كان عم بيساعدهم ليش خطفوه هو وحميد آغا؟ خطفوه مشان يضحكوا علينا، يعني كانت لعبة. وأكيد الدكتور هو اللي خطط لكل هالشي. حنان عم تحكي مزبوط، فيكن تقلولي شلون الدكتور رجع وبدهم ما حدا يمد إيده عليه؟ أنا عملت اللي علي وهي كشفت لكم الدكتور على حقيقته. لا يلا شباب تفضلوا. عيب الشوم. يلا يا شباب، يلا. ليش لا يعمل هيك؟ استغفر الله. طلال شو وينك؟ اشتقت لك طلال. ما كنت متوقع تعمل هيك، يا عيب الشوم عليك. شوفي طلال، ليش أنا شو عملت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انتظروا شوي، ديالة رح تفوتكم لعندي بالدور. السلام عليكم. وعليكم السلام مختار. ان شاء الله معافاي. الله يعافيك يا مختار. اوه كيفك؟ الحمد لله. عم تستنوا الدكتور ما؟ ليش انتوا معكم خبر شو صاير؟ ليش شو صاير؟ خير خير مختار، خبرنا بالله شو صاير. طلع هالزلمه عم يستغلنا، عم يساعد الارهابيين وعم يعالجهم كمان. قولي مختار، انت متاكد هذا اللي صار؟ وهلا اساله اجلي تحليل خالي مريم لبعدين. حاضر دكتور. فوتي لي المرضى هلا. حاضر. يي شو وين راحوا؟ شو وين المرضى؟ ما بعرف. طلع خايف. طلع وين رايحين؟ كيف بيعمل هيك؟ ليش راحوا؟ ما بعرف. روحي احكي معهم وعرفي شو صاير. ايه طيب. والله عن جد انا سمعتهم لما كانوا واقفين قدام بابنا، وخالتي سناء كانت عم تتخانق مع امه، وتاري الدكتور عم بيساعد الارهابيين ويعالجهم كمان ويبيعهم الادويه. لانه إيه لكان هلا بين على حقيقته. انا هذا اللي سمعته، واللي ما بده يصدقني يصدق. هيك لكان طلع بالاخير خاين، منيح اللي كشفناه على حقيقته. تاريخ كان حي من تحت تبعي. ايه يا اخي والله تصرف هذا، ما بدنا بين انه شو هالعمله. طلع خاين يا شباب. استني علي، مفكر نسيتو لحسان. طولي بالك علي شوي، كل شيء بوقته حلو. لوين بدك تهربي مني؟ إلا ما خليك تقري وين وابنك. أنا بورجيكي. شو صار معك؟ عرفتي ليش راحوا؟ قال سمعوا إنك عم تساعد الإرهابيين وتعالجهم. ومنين سمعوا هذا الحكي؟ مو بس هن بيعرفوا هالشي، كل أهل الضيعة كانوا واقفين بالساحة وعم يقولوا إنك عم تتعاون معهم، وعم يقولوا إنه في حدا منهم شايفك لما كنت مجتمع معهم. بس القصة مو هيك. كمان عم يقولوا إنك كنت عم تبيعهم الأدوية وتداويهم. شو هالحكي هذا؟ مستحيل حدا يصدق هذا الشي. بس أهل الضيعة كلهم مصدقين. ديالا أنت أقرب واحدة إلي بهالضيعة وصرت بتعرفيني منيح، باين انت كمان صدقتي. دكتور انا بعرف انك التقيت معهم، انت اللي حكيت لي هالشي. صحيح هالشي صاير، بس انا وينه جدك؟ بدي احكي معه ضروري. تركته قاعد بالبيت، ما بظن انه راح لمحل. لك مزبوط هاد اللي عم ينحكى؟ ايه والله.
قال شايفينه مجتمع معه. امشي امشي بنتي. هذا اللي عملته خيانة للضيعة، انت شلون بتساعدهم؟ ما كنت متوقع منك هيك، انت عن جد خيبت لي ظني فيك يا دكتور. يلا يا شباب يا حيف عليك، خلونا نمشي. بعرف انك متضايق مني، بس كل هالشي مشان ما يقتلوك يا عمري. يلا يا اولاد اجى الاكل. والله جانا عيني اجى الاكل. شو خلصت جدي؟ ايه حبيبي دوق للكبة، شو طالعة طيبة؟ طيبة كتير جدي. خلاص خلاص اهدوا شوي يا اولاد، وهلا رح اطعميكم كلياتكم. شكرا لك جدا، برافو عليكم. يلا يا اولاد كل واحد فيكم ياخذ حصته ماشي. يلا انا بدي منهم عليك. يلا يلا. اهلا وسهلا، شرف الدكتور. اهلا وسهلا. انا ما خنت الضيعة يا شيخنا، زيدان انصاب بطلقة وانا عالجته. بس شيخنا أنا عملت اتفاق سري معه كمان. واتفاق شو هذا اللي عملته؟ قلت له إذا بدك يعني عالجك ما بتهجم على الضيعة، ولا بتقرب على حدا من أهله، ولا حتى بيقرب على المدرسة أبدا. وهذا اللي صار. هيك لكان، مشان هيك آخر فترة ما عاد شفناهن ولا عاد إجوا على الضيعة. إيه أنا كنت واثق وكنت عارفان يا ابني إنك مربى ومعدنك أصيل، وأكتر شي فرحني يا ابني إنك ما غلطت. طيب شو عم تستنى؟ خلينا نفهمهم لأهل الضيعة. ما فينا نقلهم، لأنه إذا بدنا نخبر أهل الضيعة الاتفاق اللي بيناتنا رح ينكشف، وهيك التنظيم بيعاقبه لزيدان. وبعد منا بده يصير ينتقم من أهل الضيعة مو هيك؟ أنا بكفيني إنه أنت بس اللي تعرف يا شيخنا. أنا بوعدك إني ما أقول لحدا يا ابني، بس أنت هيك رح تتأذى وتنضر، ووضعك هون بالضيعة رح يكون صعب كتير. أنا رح أتحمل منهم كل شيء، لا تأكل هم. الله يرضى عليك يا دكتور طارق، ويكون بعونك ويصبرك على المصيبة. آمين. شو؟ قال فاتحين عندكم بالضيعة مدرسة والولاد كل يوم عم يروحوا عليها. إيه مزبوط، ليش؟ هاي الشغلة ما بينسكت عليها أبداً، بكرة بيصير بدهم ثانوية وبعدين جامعة كمان. ليش بالمنظمة تبعكم ما في جامعية؟ ايه بس اغلبية اللي بيروحوا على الجامعة بيوقعوا بايد المتدينين، وانت بتعرف انه الواحد بس يتدين ما بقى يفكر باي شيء تاني غير الدين. مشان هيك نحن ما بدنا حدا من اهل الضيعة كله يوصل للجامعة، ولازم نحاول نخلص من المدرسة باي طريقة، ونشغل بال الاولاد باي شيء تاني مثل الزراعة مثلا، وهيك بنضمن انه ما ينفتحوا على شيء تاني نحن ما بدنا اياه. بقى عرفت ليش هالمدرسة ضيقت التنظيم يا مختار؟ لازم تساعدنا وتتصرف. بس الحقوا علي، الحق على زيدان، أكثر من مرة بعثت له خبر وما عم يهجم على الضيعة ولا عم يحرق المدرسة. بس أنا عرفت شو هو السبب، الدكتور طارق بيحبها لأنست المدرسة، وعرفت إنه صاير صحبة مع جماعة الجبل، ومشان هيك زيدان عم ينفذ له كل طلباته، ما عم يقرب على الضيعة ولا على المدرسة. بس نحن كشفنا القصة لما اجتمعوا اثنيناتهم بالضيعة، وعرفت الأوامر جاية من فوق. ايه بركي طلع الدكتور عميل الضيعة. اذا الوضع هيك رح اتصل بالتنظيم واعرف الحقيقة. ايه ضروري مشان يكون كل شيء واضح، اذا كان هو من جماعتنا مشان نعرف شو نعمل. شوف هيك لازم تكتبها. كنت عم تقول ان الدكتور منيح مو هيك يا علي؟ طلع الدكتور طارق خاين وعم يساعد جماعة الجبل كمان. انت شو عم تحكي عمي؟ انت ما دخلك، انا عم بحكي مع ابن اخي. انا ما عم صدق عمي، مو معقولة. شو هاد؟ يعني مالك مصدقني ما؟ روح اسأل اهل الضيعة وكلهم راح يقولوا لك نفس الكلام. اصحى بقى يا علي، الدكتور طارق ارهابي وزلمي حقير وبلا شرف كمان، ما بكفي شو عمل باختك؟
خد روح اوصل هالواطي بسيك ما في غيرك بنظف لنا شرفنا وبيخلصنا من هالندل اتركه من ايدك علي اطلع على غرفتك طالع عمي كيف بتعمل هيك علي لساته صغير وما بصير تدخله بهيك شغلات عم بحكي الحقيقه الدكتور خدعنا كان عامل حاله انه زلمه منيح بس طلع واحد حقير وارهابي هذا كله كذب وافتراء هذا الحكي مزبوط يا زينب وانتو شو عرفكن لانه اجتمع معهم هون بابا بس انت بتعرف انه هو انقذني من بين ايديهم وانقذ حاله كمان مو هيك يا بنتي ليش في حدا اثر عند الارهابيين ورجع مره ثانيه زينب بنتي نحن ما بنعرف الدكتور طارق منيح ولازم نعرف الحقيقه اسمعني يا حميد خيانه الدكتور صارت واضحه ولازم نثبت انه ما لمس بنتك قدام كل الضيعه اخي اطمن الا ما نلاقي شي حل زينب انت بتعرفي شو بده عمك بابا وانت كمان بتعرف شو بدي بترجاك وساق فيني دكتور طارق انا اسفه شو حكيتي مع جدك؟ ايه بس ما بدي اياك تعصب علي جدي واثق فيك ومصدقك بس اهل الضيعة لا ولا واحد منهم عم يمرق من قدام المستوصف شو نعمل؟ عن قريب اهل الضيعة رح يعرفوا غلطتهم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل بعرفك يا دكتور أنا اسمي فكرت أهلا وسهلا فيك خير فيك شي؟ لا أنا منيح بس إجيت أنا والشباب اللي برا مشان نحكي معك كلمتين ممكن تطلع شوي؟ ماشي هدول الشباب كلهم قرايبيني يا السلام عليكم وعليكم السلام سمعنا انه علاقتك متوتره مع اهل الضيعه نحن اجينا لنوقف معك وكلياتنا جنبك شكرا شكرا تفضل دكتور بس شو جايبين لي جبنا لك اكل لانه منعرف اهل الضيعه رح يقصروا معك يسلموا إذا بيلزمك أي شيء بس خبرنا أنت بس أمرنا لا استغفر الله يسلموا إيديكم يا شباب على إذنك دكتور شكرا يلا شكرا شكرا يسلموا هالإيدين يسلموا يلا شباب شفتي شو عملوا هالشباب حاسة إني غلطت ما كان لازم أحكي على ابني هيك بكرة بدي أقول للكل أنا كذابة وهو ما عمل شي أنت شو عم بتخبصي يا سناء كل شي عم يصير هلأ مثل ما بدنا وإذا ما حدا عرف الحقيقة وقتها رح يضطر طارق يترك الضيعة بسبب ابني رح يتركني ويروح على اسطنبول ونرمين كمان تركتني وما بقت ترجع يا ربي قلي ليش هيك عم بيصير معي بنتك أكيد متخبية هلأ بشي قرني يا سناء ويمكن هلأ تكون وصلت على اسطنبول يمكن يكون كلامك صح بس أنا هلأ رح أضيع ابني طيب أنت ليش عم تحكي هيك يا سناء أنا شو عملت يا رابعة خانو كذبت وما عرفت بعملتي هاي لوين بدي وصل خليتهم يهوشوا عليه مثل الدبابير يا ربي ليش أنا جنيت وعملت هيك بلكي هلأ كل أهل الضيعة على الأم مع بعض انقلع من عنا ما بدنا خيام بيناتنا انقلع من ضيعتنا وقفوا 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 شوفي لوين رايح الدوية الوحوش الإرهابيين واقفين مع الدكتور طارق وعم بيساعدوه كمان ايه مظبوط بيجيبوا له أكل ايه يا مختار ويجوا لعنده كمان على المستوصف كنت عارفان انه راح يصير هيك عشان هيك بدي اياكم كلياتكم ايد وحده لانه نحن لازم نخليه يطلع من الضيعه مظبوط لازم يطلع وقفوا طولوا بالكم شوي نحن ما بنقدر نطلعه هلا لانه الدوله معينته
وإذا اشتكينا عليه يمكن الإرهابيين يهدوا بيوتنا فوق راسنا والله. إيه يعني شو نعمل لكان؟ ما عنا غير طريقة واحدة، بتجيبوا بيدون بنزين وبتحرقوا في المستوصف وبيت الدكتور كمان. والله جبتها يا شباب. يا شباب وقفوا، شو مفكرين الشغلة سايبة؟ طولوا بالكم شوي إلا ما نلاقي حل تاني أحسن من هاد. ماما كلي أنت، أنا مالي نفس. أنت صرت هلأ بتعرف منيح يا ابني إنه أهل الضيعة ما بدنياك وما رح يصدقوك لو شو ما عملت. بس لسه في منهم بيثقوا فيني وبيحبوني كمان يا أمي، وهدول يلي جابولي هدول الأكلات، والباقي رح يعرفوا إنه انغلطوا بحقي مع الوقت. ما حدا بيعرف شو رح يعملوا فينا هدول الناس يا ابني. أنت اسمع كلمتي بس وخلينا نروح بقى من هالضيعة. ماما ما فيني روح، في مرضى كتير بحاجة لإلي هون. ايه بس مو معقول نضل طول عمرنا هون من شان كم واحد مريض. صباح الخير. صباح الخير دكتور طارق. أنا رايح لعند الخالة مريم، ممكن تعطيني شنتايتي؟ طيب. رح أدير بالك على حالك مو؟ لا تخافي علي. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. خير؟ فيني ساعدكم بشي؟ نحن جايين مشان نحميك يا دكتور. معلش ما في داعي تحموني، شاكر فضلكم. يلا عن إذنكم. صباح الخير. اجوا العساكر، اجوا العساكر، اجوا العساكر، اجوا العساكر، اجوا العساكر. يسلموا ايديك. صح تاني. شكرا خالتي. تفضل يا سيدنا. يسلموا ايديك. بدري امرك سيدي. تعال هون. انت من هاي الضيعه ما هيك؟ نعم سيدي. في حدا من اهلك هون؟ ايه امي عايشه هون. راح اعطيك 5 دقائق، روح سلم عليها. شكرا سيدي. بابا الدكتور مارق من هون. ايه منيح، نادي له بسرعه لكان، بدي احكي معه كلمتين. حاضر. دكتور طارق البابا بالبيت وبده اياك ضروري. الخاله مريم تعبانه وانا رايح شوفها، يا ريت تعتذري لي من ابوك. شو وينه؟ ما رح يجي. وليش ما بده يجي؟ قلت له بدك اياه بس هو اعتذر. هذا اكيد مو حاسب لحسابه، ما بده يحكي معي. انا بورجيك يا طارق. ماما، أمي، ماما في إيه؟ بدري حبيبي. أنا أجيت. يا عمري أنت شلونك؟ إن شاء الله بتقبر. اشتقت لك كتير. شو حليان يا عمري أنت؟ تقبر عيوني يا أمي. أنا منيح أمي. روحي أنت، ما عم صدق إنك قدامي، ما عم صدق. دير بالك على حالك يا ابني. شو بدي اعمل؟
طالعين هلا على الجبل ونحن مارقين. قال لي الضابط روح سلم على امك. الله يرضى عليه ويوفقه يا رب. اي والله. ها تعال تفضل دكتور طارق، ليش واقف عندك هنيك؟ تفضل بعرفك هذا ابني بدري. تشرفت بمعرفتك. وانا بالاكثر دكتور. خير ماما؟ انت مريضه؟ ما فيني شي يا ابني، بس الدكتور طارق بحبني كتير وبيجي بيزورني وبيطمن علي. شكرا كتير لك، والله يقويك يا رب. يلا سامحيني ماما. لا تقول هيك يا عمري. اذا الله كتب لي ارجع من الجبل ببقى بجي بشوفك. ماشي يا عمري انت. خالتي مريم تعالي فوتي لجوا. تعي عم هلي خالتي. يا ربي دخيلك. فيكي شي خالتي؟ لا ما فيني شي يا ابني. خالتي قليلي شو بكي؟ طمن ما فيني شي. الله يرجع لك يا بالسلامة. إن شاء الله بيرجعوا كل العساكر بالسلامة يا ابني. إن شاء الله. اسمعيني شوي خالتي وخليكي معي. أنا عملت لك تحليل الدم وما عجبني كتير تحليلك، بقى شو رأيك أخدك على المستشفى؟ لا تخاف أنا ما فيني شي دكتور، نشكر الله وهذا الوجع بيروح وبيرجع. ليش هيك عم تكابري على حالك يا خالتي؟ بعد كم يوم رح يرجع بدري، وبس يرجع لهم بالسلامة منشوف شو رح نعمل. والحمد لله أنا منيح. بتحبيه كتير لبدري. طيب وابنك بسام؟ شبكي سكتي ما تجاوبيني خالي؟ لا تسألني عنه أبدا. طيب ماشي مثل ما بدك. أي يلا روقي شوي بقى، أنت ما بسوالك الزعل. ها ايه نرمين رايحين لمحل جديد. طيب انا شو اعمل؟ مو كان زيدان بده ياخدني على المدينة؟ ايه انا وعدتك، بس بالاول بدنا نروح لمعسكر تاني وبعدين رح وصلك على المدينة. طيب امتى بدنا نروح من هون؟ بديع راح الضيعة وبدنا نستناه ليرجع، وبس يرجع منروح فورا. يلا عجلي ضبي اغراضك.